ازاي تعمل لايت افكت زي ده. بصراحة الموضوع سهل جدا، مش هياخد منك اكتر من ثانية، بس في حاجة صغيرة لازم تعملها عشان يبان. هتعمل لاير جديدة وتخلي نوعها اد، هتختار اير برش، وبكل بساطة هتيجي تعمل النور بتاعك. الموضوع بالبساطة دي، لكن عشان النور يبان لازم الالوان اللي حوالينها كلها تبقى غامقة. كل ما كانت اغمق كل ما النور هيبان اكتر. وحاجة اخيرة، الكالر باليت اغلبها ازرق وبنفسجي. عشان اكسر حاجة زي دي فعملت النور اورنج عشان يعمل كونتراست في الرسمة ويظهرها اكتر. مش صعب ان انت تعملها. فكرة من ده ان انت قبل ما ترسم الرسمة تبقى مقرر اذا انت هتعمل فيها حاجة زي دي ولا لا، عشان تعمل كالر باليت تليق بالرسمة.